لاعب برشلونة لعب مثل المغرب المرابط ما يسحقوش كش يعطولهم وسط ميدان دفاع ما يسحقوش لاعب بنية جسدية ما يسحقوش بودي جارد يسحقوا لاعب وسط ميدان اللي يلعب كرة لأنه الجرينتا والقوة البدنية موجودة في كل لاعبين في حد المرابط يبقى السلام عليكم الأصدقاء ديالي مرحبا بكم في قناتكم وقناة نيوز فالخبر نتمنىكم أن تكونوا بألف خير وصحة وسلام أصدقائي في هذا الفيديو غادي تشوفوا واحد المحلل وإعلامي جزائري حاقد على سفيان المرابط لما سألوا المذيع قال لي شنو بالك في الصفقة اللي ممكن أنها تقدر تتم في شراء فريق برشلونة للاعب المغربي سفيان المرابط قال لهم بأن يعني لاعب قدم واحد المستوى جيد في قطر 2022 ولكن ما عندوش ذاك المستوى الجيد أنه يمثل فريق كفريق برشلونة وسولوا على يعني تقدر تتم الصفقة ب 40 مليون دولارو قال لي صفقة يعني الثمن غالي عليه وهو لاعب يعني جيد ولكن ماشي في المستوى ديال بوسكاس أنه يقدر يمثل رقم 5 أحسن تمثيل. فيديو الجد رائع يصحكم مجددا خليكم تفرجوا هذا الفيديو. سيخسر لاعب ربما أذكى وسط ميدان دفاعي في تاريخ هذا يا بوسكاتس، ما كانش لاعب أكثر ذكاء منه في فهم نظام اللعب وخاصة نظام وطريقة لعب نادي برشلونة، هذا اللاعب اللي كان يتحدث عليه غوارديولا قال لهم لما كان في الفريق الثالث، يعني هو غوارديولا كان يدرب البارسا بي، هذا كان مدافع أوسط، كان مدافع محوري في الفريق الثالث، يقول لهم احنا نشوفوا الفريق الثالث، أردنا البحث عن لاعب للفريق الثاني يكون وسط ميدان عنده فكر برشلونة يفهم ما يريده غوارديولا سريعا، قال لهم لما شاهدته ضحك علي تيتو فيلانوفا وقال لي ماشي هذا اللاعب الناحف اللي راح يكون مدافع، قال له شكون قال لك بلاه نستعمله كمدافع؟ أنا هذا اللاعب أريده أن يكون كوسط ميدان ارتكازي في فريق بارسا بي يعني فريق ثاني، قال لهم لما صعد بوسكاتس البارسا بي هذا قبل الفريق الأول، لما صعد بوسكاتس البارسا بي قال لهم تغير كل شيء في الفريق وأصبح أكثر جودة وهذا الشيء اللي خلاه يصعدوا للفريق الأول، هذه كانت نبذة فقط عن صعوده. نعم أعطينا إنجازات بوسكاتس ونواصل الحديث. ألقاب ليغا إسبانية قريب من التاسع، قالوا هذا الأسبوع ربما لنا اللقب التاسع، يخرج من أوسع الأبواب 700 مباراة، 7 ألقاب سوبر إسباني، 7 كأس ملك، 3 سوبر أوروبي، 9 ألقاب دوري إسباني باعتبار لقب راح يفوز به هذا الموسم، 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية 3 مرات، بطل العالم وبطل أوروبا. خزانته الشخصية لن تكفي لي. عنده 31 لقب واللي جاي 32 مع إسبانيا ولقبين عفوا مع البارسا ولقبين مع منتخب إسبانيا 34 لقب، هذا واحد من أعظم اللاعبين اللي مروا في تاريخ كرة القدم كوسط ميدان ارتكازي. عنده هذا غير مفاهيم منتخب إسبانيا وليس ثلاث ألقاب ميدو. لا عنده لقبين، كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012، ما عندوش، ما داش كأس القارة خسروها في سنة 2014 ضد البرازيل 3-0 في ملعب ماراكانا. في 2008 لم يكن، لا في 2008 كان مازال كان في الفريق الثاني. نعم. غريبة قصته في 2009-2010 صعدوا غوارديولا في سبتمبر، تم استدعاء المنتخب الإسباني في شهر فيفري، أول استدعاء ضد إنجلترا هو بيكي في التوقف مارس، تم اختيارهم بعد ذلك من طرف دال بوسكي لكأس العالم 2010. قاسي سعيد، ما هي الأشياء التي تراها في بوسكيتس ويمكن لا يراها المشاهد البسيط؟ أنت كنت تلعب في نفس المصيف. الذكاء ديالي، الذكاء كما نقولوا باللغة الأجنبية، إلى ريفوليسيوني هذا البوست هذايا. حدث ثورة في هذا المنصب. حدث ثورة في هذا المنصب بدون يعني يكون عيط كبير. نعم. لاعب ولا هادئ. مرة ولا مرة شفته يعني في الميدان يطيح. ما يطيحش محمد، هذا عمره ما شفته توسخ بوسكيت، ولكن كان عنده حظ كبير لأن كان غوارديولا دار فيه الثقة، وثانيا كان وراه لاعب بويول اللي هو أيضا لاعب تاريخي واللي كانوا يلعبوا معاه تقريبا انيستا وتشافي وميسي، يعني عطاو له كل السهولات باش يكون من افضل لاعبين وسط ميدان في العالم. بالنسبه لي انايا بوسكيت يعني راح تكون خساره كبيره ماشي لبرشلونه، للكره العالميه، لان لما تشوف بوسكيت متعه، كلم حسين قال الجسم تاعو يعني ما عندوش هذوك العضلات ولا، ولكن لما تشوف الجهاز التنفسي تاعو كبير جدا. لاعب بثلاث رئات. لاعب بثلاث رئات. هذا اللاعب هذايا كان محطة في وسط الميدان
لانطلاقات الكرات للمهاجمين ديالو. انا بالنسبه لي هذا الانسان من احسن وسط ميدان في العالم. لما تقرا لميسي في ودائعيه بوسكاتس تعرف قيمه بوسكاتس اكثر. ماذا كتب ميسي عن بوسكاتس وماذا كتب عنه ايضا زملائه حتى منافسوه؟ الكل الجميع يحترم بوسكاتس ابرزهم مودريتش. يعني واحد مودريتش قالوا اونو دي لوس ميخوريس centrocampistas contra los que jugado ha sido un placer. واحد من افضل لاعبي وسط الميدان الذين لعبت ضدهم. هذا يعد فخرا لي انني لعبت ضدك. نعم. زيد اعطينا ميسي. ماذا قال عنه ميسي؟ ميسي قال له في الميدان انت بالفانيلا رقم 5، لكنك في الحقيقه في الميدان وفي خارج الميدان انت رقم 10 حقيقه. يعني حتى كوتي بيرسوناليتي، يعني من جانب الشخصيه. انا نذكر خالص جدا بوسكيتس في كاس اوروبا الاخيره ميدو لما بوسكيتس كان مصاب وصل الى معسكر. نعم، وصل الى معسكر تدريب المنتخب الاسباني، وقف جميع اللاعبين، وقف حتى المدرب لويس انريكي، وصفقوا على بوسكيتس وحياه وكانه الاب الروحي للفريق. اذا في الملعب دائما كنت رقم 5، ولكن في الواقع كلاعب وكشخص انت رقم 10. ليونيل ميسي في وداعيته لبوسكيتس الذي سيترك فراغا رهيبا، ولكن سيحرر ايضا نادي برشلونه حتى ماليا. اليوم برشلونه ناقص 30 مليون في سلم الرواتب. نعم، لانه اللاعب كان يتقاضى 25 مليون اورو صافي، و5 مليون تروح للضرائب، يعني تقريبا 30 مليون اورو كان تكلفه بوسكيتس في سنه. اليوم ابرز الخيارات لتعويضه. انا مانيش ضد، لكن في اسلوب لاعب برشلونه لاعب مثل المغربي مرابط ما يسحقوش كيفاش يعطولهم قصه ميدان دفاع، ما يسحقوش لاعب بنيه جسديه، ما يسحقوش بودي جارد، يسحقوا لاعب وسط ميدان اللي يلعب كره، لانه الجرينتا والقوه البدنيه موجوده في كل اللاعبين. في حال مرابط يبقى لاعب ممتاز ايضا، ممتاز ما قلناش، لكن شفنا في كاس العالم حارب في وسط الميدان، اكيد محارب، لكن تحدثوا على ثناء الكثير من المدربين ابرزهم من لويس انريكي. اليوم تشافي يبحث عن استخدام مرابط. انا اتفق معك بانه مرابط بودي جارد ميدو، لكن بدنيا قوي. لكن هل في اسلوب لعب برشلونه ممكن انه يكون نافع؟ كان لاعب لعب معه في المنتخب المغربي في كاس العالم الماضيه، انفع لاسلوب برشلونه من مرابط وناحي. لاعب ممتاز جدا. اين هو؟ يلعب في مارسيليا. مصاب. مصاب، كان مصاب ايضا، لذلك فيه زوبيمندي، فيه روبن نيفاس، وفيه ايضا مرابط. هذه القائمه التي حددها نادي برشلونه. يجهز امواله لحسم صفقه مرابط التي صارت قريبه. جيب مرابط ب 50 مليون اورو، اسمح لي، كل احتراماتي للاعب، ولاعب كبير ولاعب ممتاز وقدم مونديال في المستوى، لكن 50 مليون اورو تستثمرها تروح تجيب ظهير ايمن ممتاز كما كانسيلو افضل، لانه في وسط الميدان تقدر تعوض تجيب ولا تستخدم زوبيمندي مباشره. 40 مليون يورو حسب صحيفه اليوم رئيس فيورنتينا يتحدث شغل راح يبيع لك بوسكاتس ثاني، يتحدث يقول لا مرابط 50 مليون اورو حسب صحيفه الكوريين سبورت الإيطالية. برشلونة يستعد لتقديم عرض قيمته 40 مليون يورو لضم اللاعب المغربي مرابط الصيف القادم. كيف ترى هذه الصفقة؟ نشوفها مليحة لبرشلونة محمد، لأن مرابط هو أيضا لاعب وسط ميدان استرجاعي وعنده إمكانيات كبيرة، ولو شوف الجسم تاعو قوي ولكن يعرف يلعب كره، هو ايضا ذكي جدا عكس اوناحي. اوناحي ماهوش وسط ميدان استرجاعي، اوناحي سيروليا بوكو بليس سيروليا سيتاويت. المرابط يقدر يعني يساعد كثير برشلونه. نذكر فقط بانه نادي فيورنتينا كان قد رفض عرضا من نادي برشلونه في شهر جانفي الماضي عندما تقدم النادي الكاتالوني ب4 ملايين يورو يقدمها لفيورنتينا من اجل انتدابه على شكل اعاره مع تفعيل بند الشراء 36 مليون يورو. يعني قالوا لهم نعطيكم 4 ملايين يورو، اعطيوا لنا اعاره لمده 6 اشهر، في الصيف نزيد لكم 36 مليون يورو ويصبح مرابط لاعبا بصفه رسميه ونهائيه في نادي برشلونه. فيورنتينا رفض هذا العرض. يعني مرابط ليس لن تاتي به بالسهل ايضا. بطبيعه الحال لعب دار كاس العالم في مستوى جد عالي. الان محمد متطلبات فريق برشلونه متطلبات جد عاليه، لازم لاعبين يكونوا يلعبوا في مستوى عالي، مرابط لاعب اللي راهو يلعب في مستوى جد عالي في البطوله الايطاليه، راهو يقدم اداءات جيده، ميدو هي النظريه تاعو هو وجهه النظر تاعو، كل واحد يعني حر في اختيار
لانه هو يعرف جيدا فريق برشلونه، راهو يتابعهم عن قرب، يعرف طريقه لعب هذا الفريق. نعم. لاعبين اللي يكون البروفيل تاعهم في هذا الفريق لازم يكونوا لاعبين. نعم. عندهم الدقه، دقه في التمرير، دقه في التمركز. نشوفوا محمد لك، هناك لاعب بروزوفيتش، هناك لاعب لوبوتكا يقدروا يكونوا في فريق برشلونه. نعم. هاد اللاعبين قدموا، حتى مرابط هاد الثلاث لاعبين، لكن كي نجي نشوفوا لوبوتكا وكطريقه يعني استعماله للكره وكيف يمرر الكرات وكيف يمرر الكرات الدقيقه، يقدر يكون هادو ثلاث لاعبين محمد الثلاث. نعم. يقدروا يكونوا في فريق برشلونه ورقم سته. نعم. اهلا وسهلا اصدقائي ومرحبا بكم مره ثانيه على قناتكم يوسف الخبر. كيف ما تشوف هذا الفيديو كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم، ما تنساوش خلي الاراء ديالكم في التعليق، واللي ما جاكش اصدقائي في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس لوصول جديد نتاع الفيديوهات اللي كنحط. حتى لهنا خوتي الاعزاء نقول لكم نلقاو فيديو جديد في موضوع جديد، والسلام عليكم.